أتحدى أي إنسان قال لي الشيب ما عندهاش علاج. الشيب فيه علاج، عندها علاج، لكل داء دواء. وهذه الوصفة مانيش مجربها مع واحد ولا زوج، مجربها مع بزاف ناس، جات عندهم نتيجة ما شاء الله. مانيش نحكي على الناس الكبار، نحكي على الصغار ونظر لهم الشيب. شوف خويا ولا أختي، جيب كاسرونة دير فيها لترا انتهى الماء، وزيد له قشور الجوز، حنايا نقولوا له القرقاع، دير 20 غرام منه، وزيد له مغرف كبيرة حبة السودة، ومغرف كبيرة تاع الميرايمية، ومغرف كبيرة تاع القرنفل، يعني يجوك 10 حبات ولا، ومغرف تاع السدر، خليه يغلي، كي يغلي مليح حطه يبرد وغطيه، كي يبرد زيد له مغرف تاع خل التفاح، وجيب قرعة من الأحسن تكون بخاخة، ذيك اللي ترش، ذيك اللي ترش، القرعة اللي ترش، ورش الفروة تاعك، يعني جذرة الشعر، رشها وخليها مليح تشرب، سمانة تبان النتيجة، أتحدى أنا ما تبانش النتيجة، أنا نتحداكم، والسلام عليكم. جربوها خاوتي، جربوها مليحة مليحة بزاف، جربوها.